ماذا لو زرع كل منكم شجرة أمام منزله أو في شرفته؟ ماذا لو لم نرمي القمامة في البحار والحدائق وأوقفنا تصريف الصرف الصحي إلى الأنهار؟ وماذا لو وضعنا علب المياه وما تبقى من طعام الطيور وقطط الأحياء ولم نسمم الكلاب الشاردة؟ هي تساؤلات كثيرة مشاهدينا أطلقها فريق مجد التطوعي يلي أطلق مبادرته عام 2020 من أجل زراعة أكبر عدد من الأشجار والنباتات للحصول على بيئة خضراء صحية ونظيفة. اليوم بيسعدنا يكون معنا الآنسة غالية الطباع مؤسسة فريق المجوديات. أهلا وسهلا فيكي. وأكيد نور الدين شربجي مسؤول تنسيق في المعرض. صباح الخير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم نورتونا. صباح النور. شكرا كثير على المقدمة الحلوة. يعني جد سرت ونقط مهمة عندنا. أهلا وسهلا يا غالية. اليوم إحنا واجبنا نضوي على كل تعب على كل مجهود من شباب سوري اليوم تواجد خلال سنوات كنا بحاجة جهودهم وكنتوا موجودين مثلكم مثل أي فرق سوري. أهلا وسهلا أستاذ. بداية خلينا هيك منك نرجع نتعرف على هذا الفريق الجميل وأهم نشاطاتكم. أول شيء نحن فريق تأسس بعيد الحب بسنة بيعتبروها العالم مو كتير حلوة سنة 2020 يعني تبع الكورونا والعجقة وكذا هيك، ولكن يعني دائما في أشياء حلوة بكل شيء. كنت عم تحكوا شغلة كتير حبيتها هي تبع أنه على القطط وكل الكائنات الحية حوالينا لها حق بالبقاء، ونحن لازم نذكر بهذا الشيء دائما من الأشجار لأي كائنات حية للقطط لأقل جرثومة صغيرة يعني عايشة. هذا التسلسل هذا المحيط الحيوي اللي حوالينا كلاته هو نحن جزء منه، نحن مو بس مسؤولين عنه. يعني هي قيمة مثلا أخلاقية لازم نضيفها لإلنا، حتى روحانية، حتى بالأديان بيقولوا لك مثلا سيدنا نوح بزمانه نأمر أنه ياخذ من كل الكائنات الحية زوجين لأنه نحن مسؤولين عن هدول الأشياء وهن مثلهم مثلنا بصراحة. يعني فأحيانا الإنسان بغطرسته وتدميره وكذا بيفكر أنه بس هو، بينما يعني أهمية الغابات أهمية الشجر للطب لأي شيء نحن كثير محتاجين هدول الأشياء وهي رح تبقى بعدنا. يعني بعد 200 سنة ما حيبقى منا حتى تيابنا ولا بيوتنا ولا سياراتنا، كل شيء عم نركض مشانه حيبقى شجرة زيتون. و ما عم اذا حكيت كثير بس يعني حتى بيقولوا لك الارض لما خلقت اول مره كان بمركزها شجره مقدسه. يعني كانوا لما القدماء لما مثلا يولد طفل عندهم دائما يقرنوه بتوأم له هي شجره يزرعوها دائما. اليونان عاقبوا اللي بيقطع شجره بالموت لانه هي كانت ملاذ الارواح باعتقادهم. فيعني هي شغله كثير جدا حكيمه ومهمه ولازم كتير نحافظ عليها بكل قوتنا. يعني أكيد وكلام كتير حلو منك غالية. خلينا ننتقل عند حضرتك أستاذ نور الدين. أهلا. حضرتك اليوم مسؤول تنسيق بالمعرض دائما اليوم قبل المشاركة بأي معرض أو أي فعالية أو أي مشروع نحن بحاجة لتنظيم لتنسيق لآلية معينة أنتم بتمشوا عليها. اليوم خبرنا اليوم عن مراحل تحضيراتكم للمعرض. نحن تحضيراتنا بتبلش تقريبا بقبل 4 أو 5 أيام من المعرض. تواجد دائما ضمن الفريق ضمن الأجنحة. يعني في أشياء موقف في أشياء نحن بنتخذها قبل المعرض. تمام. اليوم تكونوا متواجدين بصورة للناس تعودت عليها. اليوم تمام. كل حدا زار المعرض بنسخته أو دورته الـ44 لاحظ إنه اليوم في جمالية بهاي السنة. يعني حضرتك اليوم عندك ستاند وعم تأدي واجبك اللي هو هدف من أهداف الجمعية. خلينا نحكي عن التميز اليوم بمعرض الزهور. شو حبيتي؟ شو لقيتي اليوم في شيء مميز؟ هلا نحن هي ثاني سنة بنشارك فيها هي النسخة 44. يعني هي شغلة بتميز سوريا كلها أصلا كثير. يعني احتفالية حلوة ومهرجان بجنن. طبعا مشاتل زهرة الشام نور هو جزء من فريقنا، هن من فريق مجد، هن دائما بيدعموا فريقنا وبالأشجار يلي بنهديها للعالم ببلاش مثلا أشجار وزهور وورود وكل زرعنا مثلا بياما بنزرع حدائق بيقدم لنا هو كمان ورود بيقدم لنا هيك. فهن جزء من فريقنا حلو. هذا هي السنة طبعا بدأ كل اللي عم يشوفونا على الفضائية السورية أو عتروحوا عليكم المعرض
اخباري؟ المنظر بجنن، تلاقي العيله ماشيه، هذا اللي حامل شتله، هذا اللي حامل ورد، الاجنحه كلها بتريح لك نفسيتك، الهوايات بحديقه تشرين، زائد انه مثلا في شغلات هاند ميد كثير باسعار حلوه، شغلات للبيت، بظل قطع الكهرباء الفخاريات لما بتحطي فيها المي بتحافظ لك على بروده المي، بتنقيها، حوالينا كمان في منهم النوافير باسعار يعني 200,000 ليره، فيك تجيبي نافوره بتجنن لبيتك تحطيها، يعني شغلات كثير كثير اوعى حدا يروحها عليها، يعني لسه في 15 يوم للمعرض اسبوعين، بنصحكم من اليوم انزلوا وجيبوا قبل ما تنقص الشغلات. بكفي اليوم هاي الاجواء يعني. صحيح. كنا عم نحكي انا وهادي انه اليوم مشجعين المسويات بس. تماما. ويمكن رشا لفتني شغله اليوم عندكم ضمن الجناح غاليه شجره الامنيات، خبرينا عنها اكثر اليوم، قد ايه حبوها الناس وقد ايه تفاعلوا معها؟ كثير كانت حلوه. هون طبعا بدي اشكر فريقنا يلي كل واحد مستلم زاويه، واللي بينزل هذا عم يركب الكهرباء، هذا ورد عم نور عم يجيب لنا الشجرات الوردات، وطبعا شجره الامنيات هي دائما عنا بالفريق. فهلا عم نجيب مثل ورقات كل واحد بيكبسها عند الشجره، وهيك نتوصل ان الشجره تواصلين ليتحققوا شيء 9 امنيات كهرباء بس والباقي ان شاء الله انجح بالتاسع، ان شاء الله الامان لسوريتي ترجع. يعني امنيات بتجنن بتجنن. نحن اخر شيء حنحاول نجمعها يلي يعني بنقدر مثلا نحققه للعالم. حلو. اذا شغلات بسيطه حنحاول نحققها، وهي مجرد انه تربطي امنيتك بشجره بارض سوريا بأكسجين حلو، يعني تطلع لآخر سنة. حلوة الفكرة. بعتقد لازم تكبري الشجرة غالية، لأنه هي كثير كبيرة هالمرة، بنص الجناح. فيني بس روح أطلق واحدة. كان لكم تجارب غالية بتحقيق بعض الأمنيات بالسنوات السابقة، خلينا هيك نستذكر من خلال صباحنا لليوم. هلا لك لك صراحة، نحن مثلا في أمنيات كنا بنتمنى نحققها، بس اللي حاطط لنا آيباد ومدري شو هدول ما قدرنا نحققهم، بس الحمد لله يعني في أشياء بتصير بالصدفة، مثلا دكتورة عيون شفناها بالصدفة بنفس اليوم نحن وعم نحط الأمنيات، عم بتقلي قلت لها عم نعمل الأمنيات وكذا، وهلأ زلمة عم يفقد النظر شوي شوي بعيونه لبسبب ظروف اقتصادية، وفي نوع قطرة بده يستخدمه وألف قصة، فبصدفت هي نفسها عالجته ورجع له نظره الحمد لله مثل قبل وكذا، وهيك أمنيات تانية صغيرة يعني عم نحاول نحققها. بس دائما الله بيسخر لك شيء انه صحيح. بالصدفه انه اليوم اتمنى هذا العيون وكذا، بتجيك دكتوره العيون شو فيني ساعد انا لفريقكم، وهيك يعني ان شاء الله يا رب تتحقق كل هيدي الامنيات. غاليه نرجع لعندك نور الدين، خبرتنا انه التنسيق دائما ببلش قبل باربع ايام التحضيرات. تمام. طيب اليوم شو هي الصعوبات او المشاكل يلي واجهتكم خلال التحضيرات للمعرض؟ خبرنا تفاصيل اكثر. هلا بالمرحله الاولى ما كان في صعوبات يعني كثير بدايقه بالمرحله الاولى. كان كل شيء جاهز تقريبا، وشكرا المحافظه كانت مقدمه شيء، والوزاره الزراعه ووزاره السياحه كانوا مقدمين شيء مميز يعني السنه. ما في اي صعوبات او اي شيء. تمام. ما في شيء. مشت الامور طبعا حاتمين، لانه دائما هوليك دائما موجودين كل سنه. اليوم تعود على المكان اليوم شيء كثير ايجابي، ومثل ما قلنا نحن نوهنا ببدايه صباحنا انه اليوم وزاره السياحه يعني تشكر قدمت جهود جباره بالتعاون مع محافظه دمشق لتسهيل اليوم هي الستاندات للتنظيم بشكل جدا جميل. طيب اليوم كرمال نحن نكفي بهذا المشروع الجديد مجد 2020، نحن بحاجه لتطوير، بحاجه لانشطه وخطط جديده لحتى نضل موجودين، اليوم شو عم تحضروا؟ هلا نحن كمان يعني بدنا حابين نصير نقطه هلا انتخابات مجلس الشعب، في كثير منهم حاطين مجرد صور، وفي منهم حاطين خطط انتخابيه، نحن بنتمنى دائما يكون في تشريعات تحمي البيئه اكثر، نشتغل على قوانين تحمي الحيوانات، تحمي البيئه، تحمي هدول الشغلات، فنحن يعني بنتمنى من جوات قلبنا عن طريق الاخباريه انه كله يحاولوا يركزوا على هذا الجانب، لانه هي حضاره لسوريا، يعني ما بصير بلد مثل سوريا ما يكون فيها قوانين مثل هي، طبعا في قوانين مصدرها سياده الرئيس من قبل يعني اعدام اللي بيحرق الشجر او اللي بيساوي كذا، ولكن تاكيد انه مثلا على قوانين حمايه الكائنات كلها، يعني المدارس، الوعي اكثر يكون، هدول التشريعات. فانت كان سؤالك عن المعرض شي ما لانه عن خططكم لليوم شو محضرين لبكره يعني؟ خططنا اليوم بالمعرض هلا نحن كل يوم عم نوزع شغلات لها علاقه، مثلا امبارح كنا عم نحكي عن غاباتنا بالزبداني اللي لساتها موجوده، قبل عم نحكي عم نقدم للعالم مثل بروشورات لتحمي من الحرايق
يلزقوها على سيارات، شغلات لأطفال المدارس مثلاً الحصص تبعهم وكذا، وكمان محطوط فيها إنه قد إيه أهمية الشجرة، الشجرة شو بتقدم، شو بتعطي، قديش الزهور ممكن تعالجك من أمراض، يعني قديش أهمية النحل يلي بتغذى على هالرحيق. هيك شغلات عم نحاول نعمل وعي توعية ثقافي يعني، ونحصل على متطوعين لأكثر لفريقنا طبعاً، لأنه هذا المركز يلي فيه كل العالم عندهم نفس الاهتمامات تبعنا. فكتير عم نقابل ناس يعني إنه بدنا ننضم لفريقكم، أنا بشتغل بموارد المياه مثلاً، إذا بدكم تسقوا بعد الزراعة نحن موجودين، يعني هيك شغلات كتير حلوة وإيجابية. أكيد نور الدين، خبرنا أكثر عن الفريق، فريق مجد التطوعي الموجود اليوم ضمن المعرض، عددكم، شو هي الاختصاصات الموجودة، كيف اليوم عم توزعوا المهام بما أنه اليوم أنتم بالتنسيق؟ تمام، بالنسبة للفريق هلأ في عنا حدا منظم هو طبعا من قسم الأدوار بالتساوي تقريبا، بيكون عددكم كبير اليوم تماما، احنا عدد يعني مناسب لأي فعالية كانت، موجودين بكل الوقت كل الاختصاصات. يعني تقريبا مثلا 2 او 3 الصبح و3 بالليل، تماما نور دائما هيك عم يدير، هون نقص ورود حطوا لي هون، هون نقص كذا، وزعوا للعالم اعطوا، هيك يعني شغلات حلوه. طبعا كمان عندنا علام سوريا، نحن مو فريق تطوعي ما بصير ناخذ مصاري، فبيجوا الاولاد الصغار بدنا علم سوريا، اللي روح عن جارنا هداك اشتري بزور، اذا اشتريت بزور من عنده لك من عندنا علامات بتشجعي 2000 ليره، يعني عم بتجيبي بزور بتجنن، تزرعي بالبيت بطيخ، بندوره، شغلات يعني قد ايه لازم هلا بهي الفتره، يعني كرمال جاري اليوم اقتصاديا. طيب غالي اليوم وقت بنقول تطوع، ثقافه التطوع، واليوم هاي الثقافه يعني صارت منتشره جدا ببلدنا خلال الظروف اللي مرقنا فيها، يعني ما كانت سهله، وعلمتنا اصلا شو يعني تطوع وكيف نحن نكون متواجدين على الارض. اليوم اي حدا حابب يكون معكم، هل اليوم في شروط؟ هل اليوم متطوع؟ شو لازم يتميز؟ ما في اي شروط، ان عمرك 50 سنه او عمرك 20 سنه، ان كنت مثلا دائما في ساعات بالشهر تبعك او باليوم او بالاسبوع تبعك فاضيه. كثير عالم من شعبنا احيانا فاقدين الامل، هذا الشيء وانا واحده منه كنت، يعني كثير عالم بيعرفوا قصتنا نحن كيف بلشنا الفريق، وكانت في قصه يعني شوي ماساويه وراها، ولكن هو هذا العمل التطوعي هو اللي بحسسك بقيمه الحياة، بيعرفك على ناس تانية بتألهمك إنه يا الله أنا شو مشاكلي قدام مشاكل هالناس يلي عم بتساعد، إنه أنا غيرت ببلدي شوي، أنا لما مرقت بهالحياة عملت تغيير لو صغير أتركه وراي بالدنيا، وهذا الشيء يعني بتخيل كتير بيريح النفس وبيريح الروح وبيعطيك هدف وسبب لوجودك بالحياة، كتير عميق أكتر يعني من إنه هيك حياة عادية بس نشتغل نعمل مصاري ونتجوز ونجيب أولاد. نعمل صح. دينا كلمة منك أخيرة اليوم لكل حدا حابب يزور المعرض، شو بتخبره اكثر؟ خبرنا يعني على الاجواء بشكل عام، عن الاقبال والحضور. هلا بدي اي حدا لسه ما نزل المعرض ينزل المعرض، في اجنحه كثير مميزه، في شغل جديد، في مشاركات خارجيه، في كثير اجنحه مميزه بشيء هي مختصه فيه، يعني حابه تشرحه قدام الناس. بدي اي حدا ما نزل المعرض يزور المعرض، واجواء كثير مميزه وحلوه ان شاء الله. غاليه هيك كلمه اخيره من حضرتك اليوم، خلينا نقول للمعرض، خلينا نقول لثقافه حمايه البيئه ايضا، احموا قد ما فيكم شجرات، ازرعوا قدام بيتكم، ازرعوا اذا حدا ولد، اذا حبيت حدا، اذا بدك تنجح على نية اي شيء، كل ذرة اكسجين صدقة. انزلوا على المعرض كلياتكم، ادعموا هذا الشيء الحلو، خذوا نباتات باسعار رمزية لبيوتكم، اضيفوا روح لبيتكم. ويعني بدي اتشكر الاخبارية، بدي اتشكر كل الاعلام السوري اللي فعلا دائما بحاول يغطي ويساعد ويضوي على هدول الاشياء، وبتشكر زيارتك على جناحنا هذيك المرة. يعني واجبنا لليوم اكيد ان شاء الله أكيد. واجبنا اليوم نكون معكم، وهذا جزء من عملنا انه نحن نروح لتغطيه هدول الفعاليات وتشجيع لكم. اليوم نحن بنكمل بعض غاليه، اكيد بنكمل بعض. وكمان بس بدي اعطي شكر فضلي لفريق مجد، كل فرد فيهم، لانه نحن مثل شجره كل غصن اخر شيء، يعني عم نعمل شكل كثير حلو مع بعض. نصلوا المحافظات، المحافظات نحن طبعا اول ما بلشنا بكل محافظه سوريه عندنا فريق الحمد لله، ولكن بسبب الظروف هالاخر شيء يعني هدول السنتين الماضيين كان صعب علينا السفر والروحه والرجعه، والتهينا بين حرائق وزلزال والف قصه، ولكن نحن طبعا موجودين بكل مكان، لانه مجد هو فكر اخر شيء، فكره ثقافيه وتجمع وفكر كل الشعب السوري. يعني يا مش معنا الشجره تثمر اكثر وتمتد بالمعرض، نشوف سيدات مثلا كبار تقول لي انه انتم في، انا في عندي شجرات زرعتهم هي السنه، ممكن ابعث لكم
تشاركون على فريق مجد صورتهم وتضيفون للمليون تبعكم؟ قلت له طبعا، ما هو أبشي زرعوا بأرض سوريا هدول الشجرات، فشغلات يعني مثل هيك. أكيد بالختام نشكركم، يعطيكم ألف عافية على جهودكم اليوم إن كان ضمن المعرض أو حتى مشاريعكم بالأيام العادية. شكرا لك لأنسة غالية طبع، مؤسسة فريق مجد التطوعي، وأكيد نور الدين شربجي مسؤول التنسيق في المعرض. أهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. أهلا وسهلا. شكرا اليوم لحضوركم، وغالية هيك تحية من خلالك ومن خلال نور الدين لكل فريق مجد، لكل الشباب والصبايا المتواجدين على امتداد المحافظات السورية. يعطيكم ألف عافية، ناطرينكم ببصمتكم اللي نحن متعودين عليها.